ذكرى وفاة الفنانة الجميلة فايزة كمال يوم الثلاثاء 26 مايو. فايزة كمال ولدت في 1 يناير عام 1962 بدولة الكويت، ودرست في معهد الفنون المسرحية قسم الديكور. رحلت عن عالمنا في 26 مايو 2014 عن عمر يناهز 52 عام. ولدت فايزة كمال في دولة الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من 20 عاما، حيث أنهت دراستها ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت في قسم الديكور كرغبة أولى وقسم التمثيل كرغبة تانية، ونجحت في القسمين، لكن والداها أصر أن تلتحق بقسم الديكور، فلا يمكن أن يسمح لابنتهما بدراسة التمثيل. لكن أستاذها الفنان سعد أردش قدر يقنعها أنها تتلمذ على يده ليبدأ مشوارها الفني في السنة الأولى بالمعهد، حيث قامت لأول مرة بتقديم دور في مسلسل تاريخي يحمل اسم العدل والتفاح مع مديحة كامل وعبد الله غيث. قدمت فايزة كمال عدد من الأدوار المتنوعة، ومنها دور في ريال فراويلة في الجزء الأول من مسلسل المال والبنون. تزوجت من مراد منير وأنجبت منه ليلى ويوسف. وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية، نقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بالقصر العيني، وتبين بعد الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد وتوفيت على أثره. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتصلك كل جديد. مع أجمل ورائك حياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.